السلام عليكم، تحية طيبة لجميع المشاهدين والمتابعين. معكم دكتور حمزة عبد الرحمن. اليوم حنتحدث عن الشاي، فوائده وأضراره. الشاي يعتبر من أكثر المشروبات الساخنة تناولاً على الإطلاق. تقدر الإحصائيات بمقدار 2 مليار كوب من الشاي يشرب يومياً. كلمة شاي أو تشاي جاية من اللغة الهندية التشاي، وأيضا أكثر من دولة عالمية تستخدم كلمة شاي بالإشارة إلى الشاي. قبل ما نبدي، رجاء اللي ما مشترك بالقناة يشترك ويفعل الجرس عم توصله كل الفيديوهات الجديدة. هنبدي أول شيء هسه بالفوائد الصحية للشاي. أول شيء، يعتبر الشاي مضاد أكسدة جدا قوي. يحتوي الشاي الأسود على مجموعة من البولي فينولز. هاي البولي فينولز تعتبر مضادات أكسدة، تعمل على القضاء على الأكسدة وتقليل تلف الخلايا في الجسم، وأيضا تساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل القلب، أمراض القلب والسرطان، وتحسين الصحة العامة. بعدها يعزز صحة القلب. يحتوي الشاي الأسود على مجموعة أخرى من مضادات الأكسدة اللي هي اسمها فلافينويد، التي تفيد في صحة القلب. وتناول الشاي بشكل منتظم يقلل الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والسمنة. وجدت أحد الدراسات أن شرب الشاي الأسود لمدة 12 أسبوع أدى إلى انخفاض كبير في نسبة الدهون الثلاثية بنسبة 36%، وخفض مستويات السكر في الدم بنسبة 18%، وأيضا تقليل مستويات الكوليسترول الضار LDL. يحسن صحة الأمعاء. البوليفينولز الموجود بالشاي يعزز من نمو البكتيريا الجيدة ويقلل من نمو البكتيريا الضارة، أيضا الحد من مخاطر السكتة الدماغية. ستروك، تعتبر ستروك ثاني سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، ودراسات وجدت أن شرب الشاي الأسود قد يساعد أيضا في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. تتبعت أحد الدراسات 74,961 شخص لأكثر من 10 سنوات، وجد أن أولئك الذين يشربوا 4 أكواب أو أكثر من الشاي الأسود في اليوم خطر إصابتهم بالسكتة الدماغية أقل بنسبة 32% من أولئك الذين لم يشربوا الشاي. أيضا يخفض مستويات السكر في الدم. الشاي الأسود الغير محلى يمكن أن يساعد في تحسين إفراز الأنسولين وتقليل نسبة السكر في الدم. استنتج الباحثون أن العديد من المركبات الموجودة في الشاي أظهرت تحسناً في مستويات الإنسولين. أيضاً أظهرت نتائج التجارب المختبرية أن الشاي الأسود زاد من نشاط الإنسولين أكثر من 15 مرة. أيضاً يساعد الشاي في الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان، حيث أجرت فحوصات مختبرية على تأثير البوليفينولز المستخلص من الشاي على الخلايا السرطانية، وأظهرت نتائج أن الشاي الأسود والشاي الأخضر قد يلعب دوراً في تنظيم نمو الخلايا السرطانية وتقليل نمو الخلايا الجديدة. وأيضاً دراسة أخرى أشارت إلى أن البوليفينولز يساعد على التغلب على انتشار أورام الثدي المعتمدة على الهرمونات ويحسن التركيز. معروف أنه الشاي من أكثر المشروبات اللي تحفز التركيز وتزيد من التركيز. دائما قبل ما نبدي أي عمل، دائما قبل ما نبدي ندرس، نكتب، نفعل أي شيء، لازم نشرب الشاي. ليش؟ لأن الشاي يحتوي على الكافيين، وأيضا يحتوي على حامض أميني آخر يسمى ثيانين. الثيانين والكافيين يزيد تركيز ويزيد نسبة الوعي. أيضا الثيانين يزيد من نشاط الألفا سيجنال الموجودة بالدماغ، وهذا كله يزيد من نسبة التركيز. فنتحدث هسه عن الأضرار الجانبية للإكثار من تناول الشاي. أول شيء، تقليل امتصاص الحديد. الامتصاص الحديد من أكثر الشغلات السلبية المعروفة بالنسبة للشاي. ليش؟ لأن يحتوي الشاي على مركبات تسمى تانينز، مع جزيئات الحديد الموجود مع الطعام المتناول، مما يؤدي إلى عرقلة امتصاص الحديد في الجسم. وأيضا نصيحة للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد وأيضا هم مدمنين على تناول الشاي، يفضل تناول الشاي
بعد أو قبل الوجبات الغذائية بفترة من الزمن. زيادة القلق والاضطراب وقلة النوم. تحتوي أوراق الشاي على كافيين مثل ما ذكرنا سابقا. نسبة الكافيين 220 مللتر من الشاي الأسود من 11 إلى 61 ملغرام، وأيضا هاي النسبة تختلف من نوع إلى نوع آخر من الشاي. بعض البحوث اقترحت بأن زيادة الكافيين يثبط إنتاج هرمون الميلاتونين. الميلاتونين أو هرمون الميلاتونين وظيفته هو إرسال إشارات للدماغ لتحديد وقت النوم. فإذا الكافيين ثبط هذا الهرمون، الإشارات ما حتندس بصورة صحيحة، فهذا السبب حيسبب قلة النوم. حرقة المعدة، تناول الشاي بكثرة يؤدي إلى حرقة المعدة في بعض الأشخاص، يعني الكافيين يزيد إنتاج حامض المعدة، وأيضا الكافيين يؤدي إلى إرخاء العضلة العاصرة المرئية، وما يؤدي إلى ارتجاع الحامض أو أسيد ريفلكس. الحامض حيرجع من المعدة وحيصعد مرة ثانية للمريء، لهذا السبب مرات نشعر بحرقة في المعدة. أتمنى الصحة والسلامة للجميع، وأنصحكم بكوب من الشاي تبدون بصباحكم وتنعشون نهاركم. شكرا جزيلا.